نشوفوا السيمو وده ما سمعنا صوته. انا متاكد ان عاد الجمهور الملاعب سيضعون حدا لهذه الفوضى. الو، الو، اهلا سيمو، صافا الاحوال، كل شيء بخير؟ السلام عليكم سيدي. غبرتي يا اخو، غبرتي غبره. والله لا مع الوقت سيمو، تحيه ليك وتحيه لجميع الاخوان اللي كيتبعوك وجميع تمام، الرجاويين في مكانه. فرصه سعيده يا عمي. انا كنت كنتبع الخلطه، والموضوع هو ديال اللوائح. نعم، فسي شوف هاد البروفايل ديال الموضوع ديال البروفايل ديال الرئيس، داكشي تناقشتي شحال من مره انت في الحلقات، داكشي تقريبا كنجيو كنلقاو راسنا تقريبا كنعاودوا نفس الهضره. يعني ما كاينش شي بوادر كبيره ديال تغيير الحق. هو هذا يتقال، انا مع احترامي للوائح بجوج، انا كيبان لي الصراع ديال اسماء ماشي صراع ديال البرامج ولا ديال هذاك اي مرشح. لا ما كاينش الصراع ديال البرامج من اصله، ما كاينش، لان واحد جايب برنامج واحد ما جايب والو، واحد ما جايب والو كاع، واحد راه هذاك اللي غادي يدخل يشد الدراجه سيوس يلاه غادي ياخذ فلوس ديال سبونسورين وهذاك ويفرقهم على الاتشرج داخل، فهمتي؟ ما داخلش باش الناس. راه كاين انت مرشح ديال الرجاء صاحبي، مخبي المرشحين بجوج مخبيين. نورمالمون انتخابات ديال الرجاء خاصها تكون بنفس الزخم ديال الانتخابات ديال الدوله، لانه فريق شعبي. صحيح، عندك قاعده ديال المنخرطين كبيره. صحيح، الناس داكشي عندنا حسي نسي وما عرفتش هما كانه ما كاينش كاع زعما مرشحين. داكشي غادي نمشيو ديما لذاك اللي كنا كنديرو شحال من داكشي ديال التوافق اللي كنوصلوا للجمع العام. كيكون الجمع العام غير بروتوكول كنديروه باش نطلعوا الرئيس، وراه هادشي راه ما عمر الفرقه تقلع على بقينا هاك. ايوا بصح، يعني راه نفس الافكار ونفس الاشخاص مازالين ماشيين، مازال ما عمرنا حنا ما غادي نقلعوا. ولكن واحد القضيه اخويا السيم، واش ما كتشوفش معايا بانه صحيح انه عندنا امال كبيره انه الرجاء تعيش التغيير الحقيقي ويجي ذاك الرجل المرحله اللي هو عنده استراتيجيه عمل، ويجي واحد مجموعه رجالات اللي غادي يعاونوه وغادي غادي 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 يؤديو معاه المهمه. هذا حلم، ولكن واش لا خلينا نكمل لك سيمون، نكمل لك الملاحظه ديالي باش نكمل الملاحظه ديالي. هذا قلت لك هذو هما الامال ديالنا، ولكن واش ما كتشوفش بانه المرحله تقتضي بعض التنازل من طرف الجماهير الرجاويه، وانها تقبل واخا ما كاينش داك لهم ايديال، ولكن نقبلوا واحد المرحله انتقاليه اللي يجي واحد السيد اللي بعدا غير يسد الباب على المريقيه اللي الفرقه كينتفوا من كل القنت. واش فهمتي شنو نقول لك؟ انا معك السيد صحتك فيما بغى يكون الحال حتى مني شيء، ولكن راه الواقع كيفرض راسه. الواقع كيقول لهم انه عندنا جوج ديال اللوائح نورمالمون هما اللي حطوا الترشيح ديالهم رسميا، كيقولوا في انتظار شي واحد اخر يزيد. حيت كنسمعوا شي ناس في كيبداو يحطوا اللوائح في هذاك زعما كامل الاحترام ديال شحال الناس ديال الانتخابات، كنسمعهم غير في الجمعه ولا قبل الجمعه هما كيبداو يحضروا انهم غادي يحطوا اللوائح ديالهم. وهادي شي ثلاثه ولا اربعه العامه هما كيترشحوا انا بالسميات، انا ما عنديش مشكل، انا بالسميات غنجبدهم. هذاك الخلفاوي وذاك الاخر اللي اسمه المشتري ولا ما عرفت اسمه ولا شي واحد، هادشي ثلاثه بهم هما يا كتجي وقت كيديروا الرواج باش زعما نعطيو شويه الزخام لهاد الانتخابات. زعما حنا دايرين الديمقراطيه، كنبغينا نعيشوا واحد النهار حنا ديمقراطيه، وبناء على الهضره اللي قلتها سيس ديال اللوائح. انا هذا ميساج عندي لدوك اللعابه القدام، شوفوا اللوائح، وراه ناس ما عندهم حتى علاقه بالكره كيجيو يسيروا في الكره. واش ما كضركم شويه من الزمن؟ لعاب دار سالا كارير، دار شويه ديال الفلوس، دار شويه ديال التدريب حتى هو، جمع منه شي فلوس، يعني ما فيها باس. ماشي دير دي فورماسيون في لا جيستيون في الماناجمنت، راه يقدر يقرا غير بالليل، مثلا صح باش انه يجي عندك الحق المشاريع ديالو الاخرى الغذائيه. وي صح، حتى انت وصلت احنا لواحد النيفو اللي الناس اللي لعبوا الكره هما اللي يوليو يسيروا الكره. فوالا انا ماشي ضد اللوائح بجوج، كنتمنى لهم التوفيق بجوج. زعما كل اللي طلع فيهم رئيس راه حنا كجماهير كنشجعوا الكيان، والكيان كيفرض علينا انه اي رئيس طلع حنا غادي نعطيو الدعم اللازم ونشجعوه وهذاك الشيء. ولكن هذا الشيء كيبان لي انه سيس راه طوال في هذه المراحل الانتقاليه.
واش حنا نبقاو غننتقلوا ولكن خلاص فهمتي. ما عشناش المرحلة الانتقالية اخويا بتاتا، فين عشناها؟ وكنعيشوا بداية مراحل انتقالية، هي لا البداية لا واحد جامي ذات الزيت كنا راه كانت نقلة نوعية والو. في الرئاسة ديال الرجاء، وواحد السيد بروجي وداك الشيء لا داز واحد 3 طرا كلشي راه. ولكن سيمو راه الزيات هذا ما جاش بانتخابات، راه جابوا اوزان ولا حطوا، وهذه واضحة. السيوس تقريبا نقول لك انه ما كاينش رئيس ديال الرجاء انتخيبه فريمون بطريقه راه جميع الرؤساء ديال ابو طريقه براسو اللي ما كانش في الحزب ديال الحكامه، وراه طلع حتى هو بالتوافق راه اللي نازلوا رجعوا اللور وعاونوا السي بوسطيل ولكن الله يرحمه وداك الشيء ولكن مع على ابو الاقل، طريقه. ولكن على الاقل بودريقة ما جابوا تحت جار راسه، لا جاوا راهو جاب برنامج، وهذا هو جاب الفرق، برنامج هذا هو جاب برنامج على اساس باغي يدير واحد المرحله انتقاليه، وباغي يدير، باغي يصلح، باغي يقاد. سي فغي انه فشل على جميع المستويات باستثناء هذاك النهائي اللي وصلنا ليه سميتو، ولكن راه على الاقل جاب راسه وجاب واحد النيه، باغي يصلح وباغي يدير واحد المشروع رياضي في واحد الفرقه. هذه هي اللي عشناها كمرحله، اما من غيرها راه ما كاينه مرحله انتقاليه لا والو. كاين رئيس كيعينوا اوزال وكيقول لهم، كيعيط لهم في التليفون تيقول لهم هذا اتفقوا بيناتكم وصوتوا عليه، راه هذا هو اللي غيصلح هذه المرحله، وغادي يقاد، وانا معاكم، انا معاكم قلبا وقلبا. هادشي زعما يحز في النفس، زعما كيمشي واحد تنحرك وكيجي كامل واحد، نفس الشيء السيستم كنعيشوا، ما هيولك. كاين لا انتقاليه ولا غير، باقي ما عشناش المرحله الانتقاليه. اي ما نعيشوها الا لجا رئيس اللي هو جاي راسه وباغي يجيب برنامج بحال هادشي اللي جاي الرامي. الرامي دابا جايب برنامج وجاي يقول لك بغي، شوف بغض النظر على قيمه البرنامج ولا مدى او النسبه ديال امكانيه التطبيق ديالو، ما كنناقش هذا الموضوع، هادشي كتحكم عليه الايام. ولكن انا غير مني انطلاقا من النيه ديال السيد، وانه الدوافع اللي خلاته يجي، وانه شوف رغم انه عارف ان الوقت خايبه كما تيقولوا، ولكن كيخرج وتيقول لك انا غنطالب بافتحاص، وتيقول لك انا باغي ندير واحد العهد جديد ديال التسيير، وبركه من داك التعيين، وبغينا الديمقراطيه الى اخره الى اخره. فغير هذه المسائل كتبين لك بان هناك ريح التغيير كاينه، فكنتمناو انها تنجح باش نشوفوا الى اي مدى السي رامي يمكن ليه يطبق داك الشيء اللي كيقول، لانه الى ما طبقش داك الشيء اللي كيقول راه الجماهير كلها غتنزل عليه، راه ما كاينش اللي غيرحمه، لان الجماهير عيات من داك من دوك من دوك الوعود الكاذبه. حيت السي يوسف واحد القضية، أنا راه ما ضد السي رامي ما ضد السي محفوظ ما كنعرفهمش بجوج، ولكن احنا على الأقل إلى خصنا نضمنوا استمرارية ديال مؤسسة السيوس في هذا العام، شي المداخل اللي دخلنا هذا العام اللي فيها مداخل استثنائية ديال 15 مليار، ونورمالمون راه خاصها هو اللي يكون العادي، يكون هو البيتجي ديال الراجل، يكون بيتجي قار ديال الراجل في المداخل. يعني نورمالمون هذا الرئيس اللي خصو يجي خصو يكون عنده كطموح هذا الشيء على الأقل، غير هذه المداخل هذه يحاول يحافظ عليها. وي تمام. ماشي غير ماشي كامله، ولا حتى 15 مليار راه كانت بطوله عربي وفيها جوج بيع جوج ديال الركائز بثمن كبير، ولكن على الاقل غير يقرب شويه. شوف ما غادي تطلع باش تجيري المداخل ديال لي سبونسور والفلوس ديال الجامعه وداك الشيء، راه بالنسبه لي راه انا هنا غنتفق مع دوك الناس اللي كيقولوا لك الا كانت غادي يجي غير شي رئيس اللي باقي ما شاف ما عرفه باش منفوخه وجايب الناس هذاك، اللهم خلي هذا ديجا كاين، لانه طوك ما كاينش شي ريحه ديال التغيير. لا شوف واحد القضيه سميتك، شوف شي الرجاء انا متاكد بانه يكون غير رئيس فيه الامانه، ويؤتمن على اموال الرجاء ويحافظ على فلوس الرجاء، وشويه ديال المجهود، غير شي شويه ديال المجهود، فبالنسبه لجلب الاموال، بحال مثلا يقلب على دي ماتش اميكو، يقلب على اتفاقيات، يقلب على دي بلاسمون مثلا الخارجي، يلعب واحد المقابله استعراضيه، يجي فيها فليسات وكذا، غير شي شويه المجهود. انا متاكد بانه هاد 15 مليار غادي يجيبها، غتكون في صندوق الفرقه عادي بلا بيع لعابه بلا والو، لانه راه المصيبه التي ابتليت بها الرجاء راه هي تضخيم النفقات. راه ملي غتشوف اخويا سيمو، ملي كتشوف الشيخ يوسف في هذا الشيء غنبقاو نهضرو فيه، الشيخ خصهم في قضاء الموضوع، قضاء الموضوع اللي نتحاسبوا مع شي رؤساء على واحد التبذير لي شارج ديال الرازا اللي كانوا مرتفعين بواحد الشكل كبير. شكل غريب سيرتو داك التقرير المالي ديال الزياد، التقرير المالي ديال الزياد ديال السنه الاولى ديالو، وصاحبي لي فري دي بلاسمون 2 مليار او 2 مليار 20 مليون دو ديغام فري دو ديبلاسمون،
والراجا ما دات معسكر في البرازيل، ما دات معسكر في الخليج، ما دات معسكر في وكتعاونك او الجامعة، كتفنك او تدوز فريد دي بلاس مو دو مليار. راه فلوس عرفتي راه بغيتي طائرة خاصة او تدخلها لك. شكون تدخل لي الدماغ هادي، وزيد لي روبريك الاخرين، لي روبريك الاخرين ديون قال لك ديال لي فورنيسور وديال العمال، حتى هي ديال لا 2 مليار، راه باقي كيشيدوا بالمليارات. هذاك التدخين غير في هذا الميركاتو، غير في هذا الميركاتو، بلا ما نهضروا على الهبه الملكيه، بلا ما نهضروا على المداخل ديال، راه الشيء غير الفلوس اللي تنازلوا عليهم اللعابه لصالح الرجاء كافيين انهم يديروا لك ميركاتو في المستوى. الله يحفظك. غير الفلوس اللي تنازلوا اللعابه اللي مشاو من الرجاء، وخصنا نشكرهم صراحة السي يوسف كاملين، لا وي نناح، لا 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 نوح وائل السعداوي، لا كاع دوك الدراري اللي مشاو وصغروا راسهم وعرفوا راسهم انهم عطاتهم الرجاء في حل السيناناح، يعني كان المفاوضات معاه سلسه، كنتمناو انه شي لعاب اخرين يفهموا راسهم ويجلسوا مع المسؤولين الطبله، راه ما بقى عندهم ما يعطيو للرجاء. الرجاء عطاتكم سميه، درتو منها عائله، درتو راه الا عندك راك غادي تمشي تلعب في اي فرقه، الفرقه هذه بلا ما تبقى مضيعها، شتي كي كانت ديتي معاها فلوس ما غاديش تضيع فلوسك، راه الرجاء عطاتك فلوس، ولكن والانسان خص اللاعب يفكر شي شويه للمستقبل ويفكر ليماج ديالو، ما تبقاش دابا هاد اللاعب اش كتقول لهاد الفراقيات، دابا مثلا ورا واحد الوقيته غيسالي الكونترا ديالك مع الرجاء، غادي يعرفوك الفراقي انك فاقتك وانزلتي مع جيسكو. والمصيبه العظمى اخويا السيمو هي انه لاعب اجنبي ماشي ولد الرجاء، كيسيني مع الرجاء وكيتنازل على الفلوس، كيدير تضحيات ماليه كبيره صاحبي، راه حشومه والله الا وعمرو عيب، هدر، عمرو هدر، عمرو وحشومه هدر السي يوسف، والله الا حشومه بالله، والله اخويا هاد الناس هادو. وقال لك ما باغي يتنازل على حتى شي فرنك، لعاب ما باغي يتنازل على حتى شي فرنك، وانا لعاب يلعب لي 20 دقيقه، يلعب لي 20 دقيقه وغير واحد 10 ولا 15 ماتش في العام كامل، وانا كنلعب 50 60 ماتش، وياخذ ثمن اغلى صالح في الفرقه. ما كنقولوا تراجويت، داك الشيء راه ما كاين ما تراجويت، راه الديم قدام هو الجمهور السي يوسف، راه اللعابه هذه فرصه باش ما نبقاوش نكبروا الشان اللاعب، سي ان سالاري جي غادي يؤدي المهمه ديالو وغادي يمشي في دابا حاله، هذا نتمناو الخير، نتمناو انه يتم انتخاب رئيس بشكل ديمقراطي يا ربي يا ربي صح يا ربي. والمدرب اهم حاجه كنت باغي نقولها السي يوسف، نعم والمدرب راه دي اخر فرصه ديالو باش يصلح دوك الاخطاء الكارثيه في الديفونس، ودي رساله للمسؤولين ديال الرجاء، راه الا بدينا العام وبان لنا بلي باقي نفس السيستم ديال اللعب، باقي نفس لا فيبريليتي في لا ديفونس، بلا ما نضيعوا الوقت كثير ونمشيو حتى للميركاتو، المدرب يمشي في حالاته. بصح انا شخصيا كنت كنفضل انه يمشي في حالاته، ولكن كيف ما بغى يكون الحال خصو نكون واقعيين، السيد جاب دو كوب يحتاجوا فرصه، ولكن راه الفرصة هي دابا، ما عندناش الوقت اللي نضيع، لا صافي الرجاء مهمين ليها، ما محتاجينش الانفو با في العصبة في حق داك العام وداك الشيء، بغينا نمشيو جيسكو دو في العصبة وفي البطولة وفي كاع داك الشيء اللي غنشاركوا فيه، وعندنا ليفيكتيف وعندنا الدراري باش تجيبو، ما عمرك دربتي ايفيكتيف بحال هكا، إلا بغيتي تصنع سمية هذه هي في المناسبة، سي عز الدين علاش كتعرف دير؟ شوف سيمو، هذا سي عز الدين قال لك متولي تيقول راه لاعب فابور، كيقول لاعب فابور لانه سميتو ما خداش مستحقات، ولكن غتوصلوا لها، ولو سانك غادي ياخذ ترونفو صحيح، متولي انا زعما والله الا كنت تعجب ليه متولي، وبغى يختمها خايبه وصافي، والله العظيم الماتش ديال 50 مليون راه حنا شفنا لو ميور في اللعابه، ملي كيكونوا ماتشات راك عارف راك راه حنا كاملين كيكون الاداء، دونك ما كاينش فابور واللعابه كاملين ما كاينش هاد القد ديال فابور. وي هذا الشيء اللي كاين، ونتمناو التيسير اخويا، ونتمناو ان شاء الله التوفيق للفريق ديالنا. الله يوفق المرشحين بجوج، وبغينا اللي طلع الله يحفظك، اللي طلع الرجاء اولا وصافي، الله يحفظك، وبقى تسمعنا صوتك، بقى تسمعنا، ما تبقاش تغبر علينا. مرحبا والله اخويا، لا زعما افيك بليزير والله العظيم اخويا السيم، تحياتي، فرصة سعيدة، تبارك الله عليك، عانك الله. فين واحد القضيه الاخوان، بغيت واخا السي سعد غادي ندوزك ان شاء الله، والله اخويا نقول لكم واحد القضيه، الا زعما بالنسبه للتسيير، وهذا هو الناس اللي كيقول لك الاندلسي يبقى الاندلسي، شوف دابا جوج حوايج اللي هما نورمالمون رئيس اللي كيعرف يسير وعنده لو تاكت، عنده داك الفن ديال التسيير،
راه اول حاجه كيديرها كيخلق الجروب، والجروب سي فغي انه كاين ازمه ماليه وما مخلصينش في الوقت وهذه، ولكن الرئيس خصو عنده ديك الطريقه كيفاش يجرهم عنده وكيفاش يقنعهم وكيفاش يكونوا كيتسنطوا ليه، خص تكون عنده هاد الكاريزما. حيت لو بريزيدون سي لو باترون ابور، هو داك المدير على قولة الله اكبر، هو داك المدير العام ديال الشركه، تيجي كيخص كل شيء يعيط ليه، يكون كيحاني راسو كيتسنط ليه كذا. انت بقى كتناقز معاهم وكتدير قميجه نصكم وتضحك معاهم ودير هادي وتخاطف معاهم على لاكوب ودير كذا، هادشي ديال الدراري الصغار مستوى هزيل اصاحبي. وتصور دابا اللاعبين دابا علاش لعب بحال متولي ما يبغيش يتنازل، علاش كي كان يقول لك والو ناخذ فلوسي كاملين، ناخذ فلوسي كاملين ونمشي بحالي، علاش؟ لو كانت عندك القدره على الاقناع غتقنع، غتقنعو يقدر يتنازل لك نيت يتنازل لك 40، انت ما عندكش القدره على الاقناع. وهذه هذا ضعف في البروفيل، بروفيل دان بريزيدون خصو يكون عنده الهضره كيفاش يهضر، فهمتي، يكون كيفاش كيهضر وكيفاش كيفاش كيكومينيكي كيفاش كيجر عنده الناس كيفاش كيفرض نفسه كسبع في التيران، هذا هو البريزيدون. لا سي سيمو هذا ماشي مسالة ولد الدار ولا ولد ما عرفت شنو، ماشي مسالة ولد الدار. شوف حنا كنلعبوا الكورة